السنتر 200 جنيه يعني انا اخد اكل ب 500 جنيه انت ضارب على 500 بالظبط هو السنتر 200 جنيه بس انا سنه لهم 700 عشان مصاريف وكده اكبر مبلغ مسكتيه في حياتك كان بتاعك كان كام مبلغ بتاعي ولا كان 60,000 تقريبا حوالي تقريبا حوالي 9,000 اكبر حاجه خالص كانت 1000 والله ممكن 200,000 جنيه لا 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 انا لازم الاحراج ده معلش 175 كنت تحس بتتحقد يعني اه ممكن الحاجات دي ما بيبص لها على طول يعني مش اكتر من 10 10000 ولا 10 جنيه لا 10,000 حاجات شخصيه يا جماعه فيها لا انا عايزه هو تقريبا 10,000 برضه 10 نفس ال 10,000 ما انا اخوه مش توأم يعني توأم بسم الله ما شاء الله صدقوا ان انتوا شكل بعض تماما فوله وانقسمت ثلاث انصاص كان 500 جنيه او 700 جنيه 1000 تقريبا حاجه كده 1000 جنيه بتاعي انا 4000 جنيه اه 700 جنيه في جيبي 700 ده اكبر مبلغ الحمد لله طب ناوي تصرفهم فين؟ سنتر نفس السنتر رايحين نحجز فيه السنتر 200 جنيه يعني انا اخد اكل ب 500 جنيه انت ضارب على 500 بالظبط هو السنتر 200 جنيه بس انا سنه لهم 700 عشان مصاريف وكده سؤال جبت ال 1000 جنيه بقى منين؟ شغل ايام اللي هي اجازه الدراسه كنت بشتغل وكده ماما على بابا فاهمني بلم جبتوني مش سهل لازم هقلبكم لا يعني كان فلوس بقى من فلوس كده كان بتاعت العيد ده كان صغير لكن لما كبرت بقى ما شاء الله فلوس كتيره معايا وبتضيع في نفس الوقت يعني ما بتقعدش في اكزبيشن بره في المانيا وكنت بشتغل يعني عادي بس هو بره اليورو بما ان انا اجيب فلوس كتير يعني طب قول لي جبتهم منين؟ من المصروف هفضل احوش في المقوقه وعيد ميلادات بقى مش عارف سرقتهم هم حلال والله لا حلال عيديات بقى عيديات وكده وبتاع جمعت منهم 10,000 جنيه؟ عيديات كذا سنه بقى هو شغل من شغل برضه انت تحب ايه؟ انا احبه يبقى بره مصر وانا كمان طيب قول لي صرفتهم في ايه؟ صرفتهم في ايه؟ خروجات واكل اكل اللي هو الاكل الفيروز بقى والخروجات والكلام ده عشان احنا عملنا برضه انا فلوسي كلها ضاعت على الفيروز طب انت داخله يمين ولا شمال؟ امتى هتخش الباب؟ انا حطير هطير معاك خلاص طيري كده انا حطير كده جزم شنط هنا بلوزه كده بصي بسطت نفسي ساعتها يعني. جمعتهم جمعيه وكنت دافع بيهم مقدم شقه من فتره انا نفسي لو تعرفي يعني تريد تقولي لي انا نفسي ما اعرف خلاص اللي راح راح بقى واللي راح 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 مع السلامة يا فلوس واللي عدى خلاص ارتاح واللي متعوس متعوس مش عارف والله بفكر غير التليفون موبايل بقى بلاش اللي معايا ده خليه هو شايلني بقاله كتير بلاش اشتم فيه كنت بشتري نظارات نظارات شمس اه مدمنة نظارات شمس تقريبا اول مرتب خدته جبت بيه كله نظارات كله ولاش منه حاجة مجنون نظارات إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة